ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف مقطع صوتي وصور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الوضع الذي أصبح عليه قطاع الصحة العمومية بمدينة مراكش بعد استفحال فيروس كورونا المستجد، حيث تعاني المستشفيات من الضغط على خدماتها في مقابل نقص في التجهيزات الضرورية. وفي هذا الإطار استغاثت مواطنة بابنتها من أجل إنقاذها من الموت، مشيرة في مقطع صوتي إلى أن المستشفيات العمومية لم تعد تستقبل المرضى، كما منع ذلك على المصحات الخاصة بسبب عدم توفرها على التصريح من قبل السلطات، مضيفة أن مستشفى ابن الزهر المامونية يفتقر إلى الأكسجين والأدوية وفق المقطع الذي تم التوصل به. وتبعا لذلك، فقد انتشرت مجموعة من الصور التي توثق لوضعية المستشفيات بمدينة مراكش بعد انتشار الكوفيد 19 بشكل مهول، حيث أظهرت هذه الصور حجم الاكتظاظ الذي أصبحت عليه بعض المستشفيات بالمدينة الحمراء والنقص في التجهيزات الضرورية. وتستمر الاستغاثات والنداءات إلى وزارة الصحة من أجل التدخل لتصحيح الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية، خاصة أن الأطر الطبية والتمريضية والإدارية تعيش إنهاكا بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد الكوفيد 19 بعدد من المدن أبرزها مراكش. اتقني لا عرفتي شي حاجة ولا بتديري شي حل. أنا مزوجة في كابنيتي، أنا مزوجة لك في اللي عزيز عليك. اعتقي حبيبي، إلا لقيتو ما تعيطكو في هاد الشي، راه أختي هاد الشي مرضاش هاد الشي، راه مبغاوش. يا خني مشيت للكلينيك قالك مانعينهم، ومشيت لمحمد السادس وما قبلونيش، مشيت للسيفيل ما قبلونيش، مشيت للخميس ما قبلونيش، والمامونية أنا نروح تطيحي لا تتموت. ولي بكنيني قالت لي مشيت النرجس، مشيت للمطار قال لك ما تيقبلوش، ما عطينهمش الأرض، قال لك عباد الله تتموت. شي حاجة بنيتي، واش جبوا عنب؟ واش بالعنب يقتلوا الناس؟ واش بالعاني الأكسجين ما كاينش في المامونية، ما كاين دواء، واش بيقتلوا الناس يقولوا؟ نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.